لسه مستمرين مع حضراتكم. أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في مبادرة كتف في كتف، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر، واللي انطلقت في 16 محافظة في وقت واحد، تنفيذا بالتأكيد لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وبالتأكيد استعدادا لشهر رمضان المبارك وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بتشارك حياة كريمة في ثلاث محافظات النهاردة، وهي الشرقية وكفر الشيخ والأقصر، لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا في قرى المبادرات أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضا نقل المتطوعين في مؤسسة حياة كريمة الكراتين تباعا في شكل سلسلة منظمة استعدادا لتسليمها إلى المواطنين وتمهيدا للانطلاق في القرى. هنتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل والمعلومات عن مشاركة حياة كريمة، وبينضم إلينا في يعني هاتفيا خلال هذه الحلقة الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. بنرحب بحضرتك معنا، صباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني بالتأكيد مشاركة حياة كريمة في مبادرة كتف في كتف هيكون ليها دور مهم جدا أستاذ جمال. بالتأكيد نحن نتحدث عن مبادرة يعني أنا أعتقد أن هي الأكبر الآن في العمل الأهلي والإنساني أيضا كتف بكتف، وأيضا بنتحدث عن حياة كريمة المظلة الأشمل للعمل التنموي الإنساني الآن في مصر، وبالتالي هنا تضافر الجهود تكاتف الحقيقي ما بين المجتمع المدني بكافة مفرداته للوصول للمواطن المصري وتخفيف يعني الأعباء الناتجة عن تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وغيرها من الأمور لمواجهة التحديات القائمة، أمر مهم جدا، وده إدراك كبير جدا من القائمين على حياة كريمة بمواصلة الدور في العمل أيضا مع مختلف الجماعات الأهلية. ودائما بنرى أن حياة كريمة في الحقيقة أصبحت هي المظلة الأكبر التي تشمل وتحتوي الجميع وتعمل مع الجميع، وهذه نقطة بالغة الأهمية، وبتأكد أن مؤسسة حياة كريمة أصبحت في الحقيقة مؤسسة شاملة تستطيع أن تتدخل في كافة النواحي بمساندة المواطن المصري، سواء من خلال التنمية المستدامة والمشروعات التنموية الكبرى، أو حتى من خلال الدخول في مبادرات إنسانية مهمة للغاية، سواء فيما يتعلق بالقوافل التي نراها يعني القوافل الغذائية والإنسانية وحتى الطبية التي تطلقها مبادرة حياة كريمة، أو الآن فيما يتعلق بالدخول مع أيضا التحالف الوطني ضمن مبادرة كتف بكتف اللي هي مهمة للغاية في هذا التوقيت، التوقيت الذي يحتاج فيه المواطن بالفعل أن يجد هذه الجمعيات الأهلية التي في الحقيقة هي تتعدى الآن 7000 جمعية تقف كلها يدا واحدة لمساعدة المواطن المصري، خاصة نحن مقبلين على شهر رمضان الكريم وموسم ومواسم الأعياد، وبالتالي هنا جاء التضامن ما بين حياة كريمة وكتف بكتف لنرى أيضا إنجاز تنموي وإنجاز إنساني جديد يرعى المواطن المصري ويساند المواطن المصري. يعني زي ما تابعنا حياة كريمة هتنطلق أو هتشارك في ثلاث محافظات النهاردة، وهي الشرقية وكفر الشيخ والأقصر. إزاي بتشوف سرعة وتيرة العمل وإحنا زي ما حضرتك قلت داخلين على شهر رمضان المبارك، والتوقيت بيلعب دور مهم جدا؟ يمكن ما نراه الآن من زخم كبير جدا في العمل الأهلي والتنموي وإيصال المساعدات لأهلينا في كافة ربوع الدولة المصرية، بيؤكد أن الجمعيات الأهلية وحياة كريمة وكل القائمين على هذه المبادرات الإنسانية الأكثر من رائعة بيسابقوا الزمن، هناك سباق حقيقي مع الزمن، العدد الكبير من المتطوعين الذي في الحقيقة يجب أن نوجه لهم الشكر والتقدير والعرفان لما يقومون به من جهد في الحقيقي، أكد أن الشباب المصري قادر على أن يكون يعني قوة فاعلة وطاقة إيجابية في بناء الدولة المصرية والحفاظ على يعني الداخل المصري وعلى أيضا يعني مساندة المواطن المصري. كل هذه الأمور بتأكد أن هذا وهذه السرعة التي نشهدها الآن في إنجاز هذه المبادرة التي لها علاقة بكتف بكتف وما سوف نراه يوم 17 مارس كلها أمور
متاكد ان هناك سباق مع الزمن، ودائما في الحقيقه الدوله المصريه منذ 2014 بنراها تسابق الزمن، وربما هذا ما فرضته علينا العديد من التحديات، سواء كانت التحديات التقليديه التي واجهتها الدوله المصريه زي الارهاب والتطرف وغيرها من الامور، او حتى التحديات المستجده زي جائحه كورونا والازمه الاقتصاديه العالميه. اذا مصر قادره طوال الوقت على مجابهه التحديات. الامر الاخر ان وجود التحالف الوطني بهذا الشكل ومبادره حياه كريمه بيؤكد ان الدوله المصريه لم تعتمد على الادوات التقليديه فقط في مواجهه التحديات، ولكنها استطاعت ان تبتكر ادوات غير تقليديه، وزي ما بنقول دايما حتى باللغه البسيطه افكار خارج الصندوق. هذه هي الافكار التي هي خارج الصندوق، ان يكون لدينا قدره على انشاء اليات وادوات جديده لمواجهه التحديات. عشان كده بنجد ان حياه كريمه او مبادره كتف بكتف او التحالف او فكره فقط تدشين التحالف الوطني، انك تجمع كل جمعيات المجتمع المدني تحت مظله واحده لتسكير الجهود. اذا هناك ايضا سباق مع الزمن وايضا ابتكار لادوات جديده، وبالتالي علينا جميعا ان نطمئن للدوله المصريه. احنا بنشكرك قياده وشعبا ومؤسسات وقطاع خاص، كل يتكاتف الان. صحيح، بنشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف، بنشكرك على وجودك معنا.